على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مشاهدينا الأعزاء أسعد الله مساءكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة تحرير تيفي مع الموعد دائما نلتقي في لقاء الأحزاب في برنامج بوليتيك في بوليتيك نحن نعرف بأن الانتخابات الرئاسية المسبقة ستكون يوم السابع من سبتمبر 2024 أي في هذه السنة الجارية وطبعا هذه او الدعوه الى انتخابات مسبقه من طرف رئيس الجمهوريه كانت لها كثير ردود من الافعال وقد استضفنا الكثير من القوى السياسيه والاحزاب لمعرفه ارائهم وافكارهم ومعرفة موقفي من هذه الانتخابات وما بعد الانتخابات وكذلك الحديث عن كثير القضايا ذات الشأن العام متعلقة بالحراك السياسي المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني للدولة الجزائرية وبالظرف الدولي ومدى التماسك الجبهة الشعبية الداخلية للجزائر نتشرف اليوم باستضافة حزب له ما له عليه ما عليه حزب أستطيع القول أقول إنه ولد كبيرة ولد كبير ولد في سنة 2019 لهذه السنة عمره خمس سنوات أعتقد خمس سنوات استطاع أن يحصد الكثير من المقاعد على مستوى المجالس المحلية ولائية وبلدية وكذلك لأول مرة يكون عنده ثلاثة مقاعد داخل البرلمان حزب ولد بفلسفة كبيرة ولد بنشاط قوي على مستوى الحراك السياسي لعدة في هذه السنوات الخمسة حقيقة ألا وهو حزب صوت الشعب ورئيسه سي لمين عثماني أعتقد. هذا الحزب حقيقة مقارنة بسنه أو بعمره السياسي مع أحزاب أخرى ربما أخذ منها لم تحقق ما حققه من هذا النضال السياسي والحصاد الموجود على مستوى كل المجالس هذا الحزب ممثل في سياسي معروف ومارس عديد المهام السياسية على المستوى البلدية ربما حتى على المستوى الشعبي الولائي وعلى المستوى الحراك السياسي بولاية الواد وهو وجه مألوف ومعروف الأستاذ علي زكير أهلا وسهلا بك بارك الله فيك مرحبا شكرا أخي أيضا وجه آخر من الوجوه التي لها ايضا صيت على مستوى العمل الخيري وعلى مستوى الصحه وعلى المستوى السياسي اخيرا في صوت الشعب وهو احد اعضاء المكتب الولائي لحزب الشعب اهلا وسهلا بك سي بسط الباسط اهلا وسهلا سي سي علي عندما نتحدث عن حزب الشعب وكيف ولد واصبح له ظهور ووجود على مستوى الساحه السياسيه أنتم اليوم مساندين لرئيس الجمهورية لعهدة ثانية نتساءل دائما كيف بنيتم هذا الموقف وعلى أي أساس بنيتم هذا الموقف ولم تشاركوا بفارس في هذه الانتخابات المقبلة شكرا أخي أحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية أذكر إذاعة الجديد التي أتاحت لنا هذه الفرصة لندلو بدلونا كسائر النشطاء السياسيين في هذا المجال وفي هذا المعترك الانتخابي الذي سوف يكون يوم 7 سبتمبر إن شاء الله إن شاء الله على كل حال حزب صوت الشعب هو حزب جزائري كباقي الأحزاب مهو. تأسس سنة 2019 واستطاع بفضل الله وبمجهود مناضليه أن يظفر بثلاث مقاعد في البرلمان انتخابات 21 ثم في الانتخابات المحلية 21 أكثر من 600 منتخب هذا الشيء لم تحصل عليه أحزاب يعني ولدت قبله بعشرة سنين نعم لكن الحمد لله ما دام حصلنا على هذا العدد من المقاعد فاصبح حجم حجم الحزب من الاحزاب التي يضرب لها حساب لها على الساحه السياسيه السياسي. نعم. على الساحه السياسيه وبالتالي كان من الضروري ان يكون له موقف اجزاء هذه الانتخابات صحيح فلما استقبل السيد رئيس الجمهوريه العديد من رؤساء الاحزاب السياسيه في لقاءات تشاوريه كان لرئيس الحزب على كل حال لقاء مع السيد رئيس الجمهوريه ومن ثم خرج بنظره شامله وبعد بعد الاعلان على موعد انتخابات الرئيس الرئاسيه وقبل ان يعلن السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون نيته في الترشح لعهده اخرى استدعى رئيس الحزب المركز المجلس المركزي للحزب في دوره طارئة بالمقر المركزي لحزب الجزائر العاصمة نعم وين طرح الموضوع وطرح اعطى نظرة شاملة على الواقع السياسي م. الذي تمر به البلاد وعلى انجازات رئيس الجمهورية ونظرته هو كشخص م. وترك الرأي واتخاذ القرار هذا القرار كان ديمقراطي بحضور الصحافة ورجال الاعلام للقاع للقاعة وللحضور م. وبعد تداول الموضوع لاكثر من سبع ساعات على مستوى المجلس المركزي للحزب وكنت موجود هناك وكان كان اتخذ القرار بالأغلبية لمرافقة سيد عبد المجيد رئيس الجمهورية لعهدة ثانية نعم لم يكن قرار فردي معنا طب. لا قرار جماعي قرار جماعي نعم. اتخذ برفع الأيدي وإن كانت يعني بالإجماع باستثناء تقريبا ثلاث أصوات الباقي الكل مرافقة رئيس الجمهورية بهذه الصيغة نعم. مرافقة رئيس الجمهورية ودعوته للترشح لعهدة ثانية نعم. هذا هو القرار كيف تدخل نعم. سي أيضا أنت في هذا الحزب والحزب على مستوياتنا كان عنده نشاط سياسي في المرحلة الفائتة والكثير يقول بلي الحزب حزب صوت الشعب هو حزب ربيب للأفلان مثله مثل المستقبل آه لماذا لم تدخلون في ائتلاف مع تلك الاحزاب التي لكم الاثنين يا جماعه حتى ما نبقاش نوجه في الاسئله آه 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 في ائتلاف مع آه ليرندي والمستقبل وجبهه التحرير الوطني شكلوا ائتلاف بما انكم قريبين في وجهات النظر حول ترشيح رئيس الجمهوريه والله سي في الحقيقه نرجع شوي للوراء لان الحزب هذا كما قلت في 2019 تولد الحزب هذا وين نعم رايح نرجع حتى على مستوى محلي اللي وين الحزب هذا وين في الانتخابات المحليه الماضيه وين كان عندنا باع كبير ولولا بعض العراقيل اللي يعرفوها العام والخاص وبعض المشاكل اللي صارت وبعض كذا لان ما ندوشي في المجلس البلدي يدينا ثمانيه معناها كي نقولوا ثمانيه تقريبا ثلث اول مره يشارك الحزب هذا صحيح كان بقوه صحيح في المجلس اربعه بالرغم من اللي 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 مسابه من شوائب وراكم تعرفوها كله لكن الحزب هذا كي ولد, ولد بناس معناه ممنا بالفكره بالفكر فكره تاع الحزب هذا وين مهو. ودخل في الواد دخله معناها اه تقبلته الناس بفضل نقول احنا البرنامج تعب بفضل الوجوه اللي فيه بفضل كذا وهذا ما يعنيش ما هي الا مرحله بالرغم من الشوائب نتاعها لان احنا الحزب ديما النظره المستقبليه هي هي هي, الفايده كما نقولوا نعم بالنسبه لقضيه الائتلاف هو الحقيقه ائتلاف اه كانت مركزيا ان الاحزاب الثلاثه كانوا ربعه ولا عادوا ثلاثه أوه. اللي راهم التفوا مع الجمهوريه وهذا بالنسبه لي انا ما يعنيش معناها كانوا ما ربعه مع بعضهم ولا ربعه مع بعضهم وكل حزب يشغل وحده لان الهدف يكون هدف واحد هو المسانده رئيس الجمهوريه في في اكمال المشاريع والورشات اللي فتحها اللي راي الناس كل معناها مستبركه بالاشياء اللي, اللي وقعت صراحة معناها العدو قبل الصديق معناها في كل كل الأشياء بالرغم معناها الفترة تاع تبون باش من راي كلها خمس سنين منها عامين والعامين عامين ونص حراك آه وبالرغم معناها تشوف حتى على المستوى الخارجي حتى في في هالوضع هال اللي في غزة وفي وضع المواقف الدول وكذا الجزائر عاد عدها باع وعددها كلمة وما ننسى شيء ثاني حتى على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي معناها السيد ماشي خطوات للقدام لان الانسان لان وعلى بالكم مرحلة كي ما تكون المرحله متسعه ما يقدرش يكمل برنامجها كل ولهذا الناس كل وقول بقناعة صدقني بقناعة أنا واحد من الناس معناها بنت للحزب الحزب ما كنتش نمم في الاتلاف الائتلاف لكن نتي بها كيفاش لأن الإنسان خدم عدنا نشوفوا نعطيكم مثال معنا على مستوى افريقيا على مستوى تقبل نجم في فيه في حراك زي الحق الدبلوماسية. كي تقول منحة البطالة راي راي راي, 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 راي مطبقة في, في على أرض الواقع بالرغم ما فيها بعض السلبيات ولا كذا شيء جميل يا أخوي شيء جميل ما عادش ما عندنا الفقير هنا وهذا كان حلم بكري كنت وين تقول هذا وين يقول لك شيء من الخير لماذا قلت لك هذا السؤال لأن لأن سي لمين عثماني رئيس حزب صوت الشعب دعاء الى كل القوى السياسيه وقوى المجتمع ان تلتفوا كل حول حول برنامج رئيس الجمهوريه في هذا الجانب هذا على طرحت عليك السؤال السؤال سؤال تاعك سؤال, سؤال وجيه على كل حال لماذا لم ننضم الى التحالف الى التحالف او التآلف الائتلاف هو على كل حال هو حزب شوط الشعب حزب له نظرة الخاصة هو حزب آه شعار الشعار تاعه حزب امتداد شعبي بعد وطني مم. نظره اقتصاديه عنده نظره خاصة حتى هو لكن من الاحزاب اللي تؤمن بسياده القرار قرار تاع سيد وكاين بعض الاحزاب ما ندخلش في التسميات بدات التطبيل مبكرا ونحن ضد هذه السياسه مم. سيد لم يعلن حتى عليته على الترشح رئيس الجمهوريه وما زال ما زلنا في البدايه مم. الناس بدأت احنا نستنى سيد رئيس نلتقوا معه نتحدث معه نشوفوا البرنامج نروحوا على قناعة بحيث لما ندخل لهذه المرحلة ندخل بقوة وندخل بصدق ما ندخلش ربما أنت تشوف الائتلاف هو عبارة على قاترة يقودها حزب هو ما نقولش وأنت ما أن تخرجوا من يكون عندكم موقف مستقل نحن بناء على قناعة كاين كاين بعض الشيء من من, من, من الناس مش قناعات ولاءات احنا لا آه. احنا لا بناء على قناعه ان على ان رئيس الجمهوريه قدم لهذا لهذا البلد وما دام هو ترشح وجب علينا مرافقته وكل الاحزاب الاحزاب التي تساند كل تقول في هذا المنطق هذا المنطق لكن احنا قلنا باللي قبل الرئيس ما يعلن نيه ايوه بدات الناس تعدد نحن لم نطالبه ولم قال السيد رئيس لما تلقى بالرؤساء الاحزاب والتمس التمس منا السيد رئيس حزب اللي عنده نيه للترشح فتم استدعاء الدوره تاع المجلس الوطني م. وقال ها وش كاين وش كاين وش كاين ومن ثم تمت المرافقه وليس المسانده المرافقه احنا الحزب تاعنا خرج بقرار المنافق. المرافقه م. تمت اتخاذ قرار مرافقه السيد رئيس الجمهوريه ودعوته للعهده الثانيه وهذا بناء على قناعه مطلقه لما قدمه فخامه رئيس الجمهوريه خلال العهده الاولى رغم الشيء اللي سبقني فيه اخي عبد الباسط ان العهده لم تكن كامله مم. كانت لثلاث سنوات فقط باعتبار أن سنتي كورونا مسرحية صحيح آه. جميل جدا <applause> ايضا كيف تقرؤون انتم الواقع السياسي اليوم والحراك السياسي اليوم ذكرت انت بلي مر بركود كبير كورونا غيرها رئيس الجمهوريه حرك هذه المربطه السياسيه اذا اذا كان صحت هذه العباره واصبحت اليوم الاحزاب كل تعلن على مواقفها وبدات ترجع للحراك السياسي. السؤال المطروح الان هل الاستقرار بالدرجه الاولى لان عشنا هزات عشنا حراك سياسي عشنا فراغ دستوري عشنا مراحل هل تشوفوا انتم عندكم اولويه كما قالت بعض الاحزاب الجزائر اولا ثم ثم ياتي الحزب لان الحزب لان كيف ستتحدث عن عمليه ديمقراطيه وعمليه سياسيه ومجتمع غير قار، ومجتمع غير مستقر في كثير من القضايا، هناك مشاكل كبيره على المستوى الامني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى عده والله استاذ آه حبيت نرجع لواحد النقطه فضل. حبيت نرجع لواحد النقطه في قضيه المرافقه اللي قال عليها علي لان كما قال لك حزاب بدات تطبق قبل حضرت المجلس الوطني وين كل ولايه دخلت على حداء وكل ولايه عطت رايها ونقول لك حتى اكثر من هذا طرحت ثلاث اطروحات هو مرافقه رئيس الجمهوريه الطرح الاول، الطرح الثاني ترشح رئيس الحزب، الطرح الثالث هو الامتناع عن ترشح وكانت الطريقة ديمقراطية أنا اللي يحب يخير واحدة من هال من هالثلاثة وهذه تعجبني معناها كل وكاين بعض كاين واحد ولا اثنين ما حب مرافقة رئيس الحزب لكن نتيجة قال المرحلة ما زادت فتية وما كذا وحنا نقول لك نرجع لك للسؤال تاعك لأن احنا التمسنا فيه طيبة الرئيس هذا وين معناها مم. اول حاجه انا اللي ما كنتش نتصور ان في في رئيس اول حاجه اللي قالها قال يزوني من كلمه فخامه يزونا من هاك التهالي مؤخرا كان واحد الحزب حزب من من حزب المسانده داروا تصويره كبيره تاع الرئيس دار فيها دار فيها بيان قال يزونا من باش نرجعوا للعهد القديم والعهد اللي فهمتني مم. هذه اشياء معناها تخدم المواطن لان احنا الشعب الجزائري مم. كشعب نحب ما نحبوش كثر الولاءات نحبوا الراجل الخدام ونكونوا معاه وحنا التمسنا فيه هذا اذا هذا موقف الحزب لان التمسوا فيه جديه التمسوا فيه في حي... في تحريك على مستوى الاقتصاد على مستوى المسؤول... بالضبط بالضبط على مستوى الاقتصاد وزيد وحتى الارقام الارقام معناها ارقام النمو ارقام ارقام التجاريه عليها في ببعض. معناها ما ما و... 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 الهيئات منظمات عالميه مش <applause> منظمات الجزائر كما <كي> يقول. <applause> سعيد في نفس النقاط وايضا كيف تقرؤون انتم الواقع السياسي اليوم اليوم لابد عندكم رؤيه للعمل السياسي والواقع السياسي لتنمو عن فلسفه الحزب ورؤيته للعمل السياسي حاليا بعد نتحدث في الافاق ما بعد الانتخابات شوف اخي أحمد بالنسبه للحزب فلسفه في الوقت الحالي هي فلسفه ضروره تكاتف جميع الجهود من اجل مواجهه التحديات الداخليه والخارجيه الاصطفاف مهما كانت مصلحه الجزائر قبل مصلحه الحزب هذه فلسفه الحزب الجزائر تواجه تحديات خارجيه وتحديات داخليه معروف شيء هذا على العام والخاص الجزائر موقفها يعني كلفتها يعني ربما اشياء اخرى كان لو كان موقف ما كانش هذا ما كانش تكون هذه الاشياء لكن نحن المبادئ انت منعتنا باش مواقف تخالف مبادئ ثورة التحرير المباركة. إذا هذه مبادئ احنا شعب. يرتكز عليها الحزب. نعم هذه مبادئ وهذه فلسفته وهذه فلسفته على م. أساس أن مرجعيتها مرجعيتها على أساس أن وحدة الجزائر، استقرار الجزائر، أمن الجزائر م. فوق كل اعتبار. لكن عندكم وجهة نظر تقدموها من حيث المشاريع، من حيث التنمية، من حيث الاقتصاد، من حيث لابد أن عندكم وجهة, وجهة م. نظرنا م. نثمن ما هو إيجابي م. وننتقد ما هو سلبي من اي مكان من اي كان اذا كان شخص قام بشيء سلبي سواء كرئيس الجمهورية او مؤسسات الدوله لتلي رئيس الجمهوريه قامت بشيء سلبي قال هذا شيء سلبي شيء ايجابي هذا شيء ايجابي لا. نحن قلنا ان رئيس الجمهوريه رغم ان قصر المده قدم ما يستطيع ان يقدم سياسه خارجيه ثابته للدوله الجزائريه والله الحمد وشهدناها الدبلوماسيه الجزائريه الدبلوماسيه الجزائرية, الجزائريه حققت نجاحات م. الجانب الاقتصادي تقريبا لاول مره الجزائر احتياطي <تصفتاح> صرف يبلغ هذا الأرب تقريبا اربع ما يعني الشيء اللي بلغه الان يعني صبحت الدوله الجزائريه في غنى عن استيراد يعني الكثير من المواد التي كن كانت تستنزف العمله صعبه تقريبا اصبحنا على عتبه الوصول الى اكتفاء الذاتي من كثير من المواد الغذائيه هذا جانب اقتصادي اذا الجزائر حقت اشياء بتغطاش يعني الشمس بتغطاش بالغربال كما أخبره. لا يمكنها إلا نجحت. احنا هنا في هذا المجال رانا نثمن المجهودات اللي قام بها رئيس الجمهوريه ومؤسسات الدوله وفي نفس الوقت عندنا بعض التحفظات على بعض السلبيات الان رانا في حراك من اجل الوقوف على مسانده السيد الرئيس للوصول الى آه عهده ثانيه من اجل استقرار المؤسسات لكن عندنا كلمه في هذا المجال نقولها في وقتها ان شاء الله. وبما انكم قوه سياسيه فاعله كما ذكرتم انتم سالفا كيف تستشرفون مستقبل آه العمل السياسي بعد الانتخابات هذه؟ والله العمل السياسي بعد الانتخابات وود ان عندكم رؤيه اليوم سندت رئيس الجمهوريه نظرا لاعتبارات عده استفاف آه ربما الجزائر في حاجه الى ان تكون قوه الشعب والقوى السياسيه واحد في مواجهه هذه الاخطار ما بعد هذه الانتخابات كيف تتصورون العمل السياسي وكيف يكون لكم دور كبير في المشاركه في العمل السياسي في هذا الجانب؟ والله في الحقيقه ديما تذكرني بكلمه قالها الشيخ نحن رحمه الله عليه رحمه أه الله عليه الجزائر يبنيها الجميع مم. فهمت الجزائر يبنيها الجميع بعد مرحله الانتخابات وان اعلى مؤسسه في الدوله رايحه تقيم هي انتخاب رئيس الجمهورية من بعد تبدأ التنافس التنافس هو التنافس عن البرامج التنافس عن تنمية البلاد التنافس عن الناس اللي حابة تخدم البلاد وال وبعد بعد بعد الانتخابات هذه لأن كل الأحزاب لأن ما عادش في ائتلاف ولا كل الأحزاب اللي تتنافس كما كنا على البرامج اكيد راح بعد الانتخابات هذه راح تجي فيها انتخابات تشريعيه وانتخابات لابد ان الحزب له, له رؤيه فلسفيه اقتصاديه اجتماعيه نعم تفضل تفضل شوف طلطل. الاخ احمد شوف الواقع السياسي بعد الانتخابات احنا نتمنى باش يكون افضل على كل حال هذه تمنيات ونتوقع باش يكون افضل لكن الساحه السياسيه في الجزائر على قدر ما فيها من ايجابيات فيها ايضا من السلبيات <applause> اهم. سلبيه هي وجود نسبه كبيره من الانتهازيين والطفيليين على الساحه السياسيه. ما موجوده لحد الان. ما موجوده لحد الان. الطفيليين والسياسيين اللي يقدروا يصفقوا لهذا ويسبوه غدوه. ويسبوه اليوم ويصفقوا له غدوه. احنا <applause> ندعو الى رغم ان رئيس الجمهوريه اصبح على 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 درايه به والله الحمد بهذه الناس واصبح تقريبا في كل انتخاب يدق فهم ويشير لها القضية. لها القضيه هذه لكن هؤلاء الطفيليين لابد ان تنقى السياسه الساحه السياسيه من هؤلاء الطفيليين ان اردنا ان تكون لنا سياسه حكيمه رشيده تخدم مصلحه البلاد فقط مدام فيها الساحه السياسيه هؤلاء الانتهازيين وما كان لا نتحدثوا معروفين على مستوى المحلي وعلى مستوى وطني هذا بالنسبه لحزبكم هي هاجس وتخوفات من هذه الممارسه اذا كانت ما زالت موجوده لحد الان طبعا وتدخل بعده طرق معناها طبعا هي مش غير حزبنا عندها نفوذ كبير مش غير يعني. حزبنا عقلاء البلاد كل شكلهم عقلاء البلاد م. كل شكلهم تخوفات لما جي انا نقيم شخص على مستوى نفاقه وندير له قيمه وما نقيمش شخص على مستوى حكمته وعقل وعقله ورجاحته هذه كارثه يا اخي رئيس الجمهوريه دائما يزونا من التطبيل كذا والناس راهي تصفق وتطبل ومازالت متمنيه تتمنى لحد ساعه تتمنى باش تهز لليوم لولا موقف الجمهوريه موقف رئيس الجمهوريه الصارم ماذا بها راهي هز الكادر تاع رئيس الجمهوريه ولا يدور بها بشوها كما هزها قبل لس لانهم ناس الفوا العيش في المياه الراكده يحبوش وما اكثرهم وما اكثرهم مم. هنا اذا حبينا الساحه السياسيه اذا هنا نتحدث عن الثقافه السياسيه في البلاد اليوم سياسي. بالنسبه للاحزاب تطوير الثقافه السياسيه تطوير الثقافه السياسيه لمسايرة لمجا... ومجاراة ومحاكاة قمه الممارسه السياسيه اللي موجوده عند بعض مم. البلدان اللي راهي تعيش الديمقراطيه الحقيقيه. اذا آه هذه الممارسه السياسيه اللي تحدث عليها سي علي لا تعكس طموحات الشعب الجزائري الذي يتطلع الى التغيير ويتطلع الى ديمقراطيه حقيقيه والى بناء ديمقراطي مؤسساتي في ظل الدستور وفي ظل القيم قيم الشعب الجزائري. والله نقول لك سي احمد من, من الاسباب اللي اللي, 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 اللي لازم نعملوها باش تخلي تتطور معناها الديناميكيه السياسيه والعمل السياسي. هو ان حتى في تقديم الاشخاص في, في الانتخابات ولا في اي شيء لازم تقدمش على اساس ولاءات ولا على اساس انسان راه في الحزب وقت طويل ولا على اساس الكفاءات <applause> والناس اللي عندها فكره باش تخدم هالبلاد هذه وين <applause> معناها الانسان معناها حتى برلماني ولا في البلديه ولا في الولايه لازم يوصل للمجلس اللي روى اللي يشارك رو فيه لازم تنحي قبعات فهمت تنحي القبعاتنا من الحزب الفلاني لازم نكسر فلان لازم لازم الناس كلها يجيب هذه يجيب باش تخدم جيب... جيب الناس هالبلاد هذه وين ووصلت الناس حتى بعض المكائد الناس أخرى ولازم نطلع هنا ولازم نكون وهو عارف روح أصلا ما يخدمش وكما قالها علي حتى جمعت الكادر اللي تشوفهم والحمد لله الحوايج كاين أمس كان يطبل اليوم كان يطبل ولكن نتي المفروض عند رؤية سياسية لخدمة هالبلاد هذه وين مانيش قادر قال ما انتقدمش. مانيش قادر قال ما وحتى الدستور الجديد دار الوافق عن الشعب دار الجمهوريه ما عادش حتى الترتيب تاع الناس معناها بالمحابات ولا حاجه عاد عن حسب الشعبيه تاع الشخص وهكاك وتبقى انتقادات لكن ونقولوا احنا ان شاء الله تكون رحله الأحسن ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هل لكم الان شراكه سياسيه مع القوى السياسيه الاخرى في بناء هذه الثقافه وفي تحريك دواليب الحكم لان مش لازم يكون قطيعة بالاحزاب لابد يكون تضافر كما ان هناك استفاف حول رئيس الجمهوريه كيف يكون فيه استفاف للاحزاب التي تتشابه في في البرنامج او ربما الهدف هو الديمقراطيه الحقيقيه السلسه التي تبني المشهد السياسي في الجزائر والله احنا نريد الحزب بيده ممدوده الى الجميع اه صحة البلاد كل من نرى من نرى فيه الاخلاص لهذا الوطن بغض النظر عن توجهه فهو شريك الحزب ولنا شراكه سياسيه معه من اجل تطوير اللعبه السياسيه على مستوى الوطن مم. اللي نشوفه فيه ان السياسه يتخذها كمصلحه وكمطيه مم. للوصول الى شيء معين او البقاء فيه إيه بيننا وبينه حاجز هذا الشيء نراه مش هو الشفافيه على مستوى حزبكم في كثير من القضايا اليوم يا رئيس حزبكم بعد خمس سنوات هو منتخب الان. نعم. آه ما ينطبقش عليه انه ربما حتى هو يتغير لو حتى تكون هناك لو, لو ينطبق عليه ينطبق على الناس اللي لها 20 سنه و25 سنه. اي ولكن السؤال بالنسبه لحزبكم. احنا, احنا مازلنا درناش دورة المجلس الوطني. ايوه. الدورة العادية للمجلس الملكي كل خمس سنوات ديروها كل خمس سنوات ها. لما تجي الدورة العادية واعتقد ممكن بعد انتخابات كل دورة نناقش هذا الأمر ونحن نتمنى نتمنى ان تكون حتى على مستوى حزبنا ديمقراطيه الاختيار نعم الصندوق هو اللي يحدد الصندوق هو اللي يحدد يقيم انجازاتها رئيس حزب وتفتح باب الترشيحات لغيره ومن اعطاه الصندوق مبروك عليه م. هذه السياسه تعالي. وسي احمد حتى الاحزاب اللي راهي مساندة الجمهوريه على مستوى على مستوى الولايه برك راه وخوتنا وما نقدرش نشكوا فيهم وناس تخدم وناس لكن انا قلنا بعض بعض الطفيليين اللي كجبهه التحرير كالمستقبل كالحزب التجمع الوطني الديمقراطي الحقيقه هذم كل حزب بنقرينا هذم كل الحزاب الاغلبيه نتاعهم والطاقات نتاعهم ما نشكوا في ال... في النية ال... 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 نتاعهم والعمل نتاعهم حتى هم ناسات و... وكيما قلت لك الناس كلها لازم تكون صف واحد و... كان على مستوى حلي خدمة ال... ال... الولايه كان على مستوى وطني هو م... الرقي بهالوطن هذا وين راح <تكلم> نجي <تكلم> لعبد <تكلم> <تكلم> السلام <الإن> <تكلم> <تكلم> سامحني هو المطبلين مش حزب الاخ هو القيادات السياسيه للاحزاب الوطنيه هذه والاحزاب ذات التوجه الاسلامي او الديمقراطي هي في منع هذا الشيء وبين مخبا حزب شد حزب ناشط في حزب راه في حزب مم. هالمطبلين اللي راهم كل يوم يتلونوا بلون لو يقولوا غدوه باللي المستقبل رايح تحكم وهم راهم فلان تعودوا مستقبل هذه ناكد لك لو كانوا يقولوا غدوه لا باش تحكم عودوا أرندي لو يقولوا غدوه البناء باش تحكم يهز تصير البنقرينه نعم فيما يخص ايضا حكمكم على المرحله تبون منذ تصيبه لحد الان سياسيا وديمقراطيا في تسيير الجزائر والتعامل مع القوى السياسيه والله في الحقيقه مرحله المرحله اللي فاتت تاع والله معناها بدون معناها بالرغم العرقي اللي فيها بالرغم اللي راهو خارج من 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 ازمه تاع اللي كانوا يحكموا قبل بالرغم أوه. كذلك نتي اثبتت معناها النجاح نتاعها ما نقولوش حتى بنسبه 100% ب 80% خاصه الجانب الاجتماعي راني نقول الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي انا بالك سي احمد آه النزيف تاع تاع العمله الصعبه وين كان النزيف تاع العمله الصعبه في شيئين آه ضروري آه ضروريين للانسان هو القمح ولا الحليب م. هذا الحمد لله المده التاليه ان اكتفاء الاكتفاء من القمح وصل تقريبا نسبه 80% في العام هذا وين الحليب راهو كاين مصنع شراكه قطريه جزائريه راهو يمشي معناه هذا راهو يخم على مستقبل البلاد فيه. وما يرهنش المستقبل تاع البلاد كما عبثوا به ناس اخرين وهذا الشيء معناه حتى على مستوى على مستوى خارجي نعطيك نبسط مثال احمد هل الازمه اللي رانا فيها لازم ما نقولوش ازمه نقولوا الحسره نتاع غزه ان الدوله الجزائريه تقدر تقول الوحيده اللي واقفه ومسبله وقابله كل العراقيل وقابله كل مع الدول العظمى أوه. من اجل غزه والمساعدات اللي تروح لهم بشكل او باخر بالجزائر والموقف تاع الجزائر هو موقف معناها في دول عربيه شفناها متصلة مع ناسات من دول عربيه اخرين اصدقاء وكذا يحزون عليه لان موقف ان الناس الوقت اللي تخنع الناس الوقت طبص روسها الناس الجزائر تبقى واقفه هذا مش الامر السهل وهذا مش الامر اللي يديره كل 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 رئيس الحمد لله رب العالمين وهذا افتخاء فخر لنا فخر لنا كجزائريين خاصه لان لان حتى في المثل الشعبي يقول لك صديق تعرف وقت المحنه صحيح احنا في المحنه هذه وين الجزائر الحمد لله رب العالمين في قضية البناء المشهد الثقافي العام سواء كان عند المجتمع المدني أو عند المجتمع الجزائري كيف نستطيع أن نسخر هذا الشعب ونؤطره تأطير سياسي بثقافة سياسية محترمة راقية تهيكل الشعب الجزائري وتخليه شعب يمارس الديمقراطية عن وعي ومش معناها كما كنا نشوف في يوم ما السياسه آه في جانب والشعب في جانب اخر، انتم على مستوى مؤسسه الحزب الديمقراطيه، كيف ما هي فلسفتك فلسفتكم للتجذر الشعبي وفي تثقيف الشعب تثقيف ثقافه سي... آه سياسيه آه وسؤال هذا موجه لكل الاحزاب، ربما هذه ال... هذه الحلقه مفقوده كثير في ثقافتنا. شوفوا هي... هي كل الاحزاب عندها روافد. مش ما نخفيش عليك. أي. الحزب ما عندوش روافد ما يقدرش يمشي. الروافد هي روافد جمعويه. بالاساس كل حزب عنده نشطاء عنده نشطاء عنده جمعيات معينه أي. عندها كذا اذا ثقافه سياسيه لابد ان كل الاحزاب هذه تدير توعيه سياسيه للمجتمع عن طريق هذه الجمعيات وهذه الروافد م. بحيث تخرج من مجال ضيق تاع السياسه الحزبيه البحتة صح. والتنافس على المقاعد وعلى المناصب على المقاعد الى مجال السياسه التي تخدم مصالح الامه والتي تبني القيم وتبني نعم نعم. قيم أنا الديمقراطيه أنا كما تقول القاعده الشرعيه اينما كانت المصلحه فثم شرع الله نعم. حتى لازم نوع الشعب م. اينما كانت مصلحه البلاد هذيك هي مصلحتي م. هذيك هي مصلحتي جميل جدا آه سعب بسط اخيرا شاهدنا الجزائر اليوم في موقفها السياسيه مواقف حقيقة تشرف على المستوى الدبلوماسية الخارجية وعلى المستوى المواقف شاهدناها في منافحتها على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن مع دولة كما أمريكا صاحبة فيتو كانت قرحة وربما تغلبت عليها الجزائر في كثير من المواقف واتخذت منها كثير من القرارات ايضا مع موقفها مع اسبانيا كيفاش معناها قاطعتها والجزائر القرار السياسي للجزائر اليوم عاد يخضع الى الداخل وسيد معاش قرار يخضع لقوى وجماعه الضغط المعروفه. والله يا سي هذه هذه بفضل الحنكه تاع سياسه الدوله بصفه بصفه عامه وسياسه رئيس الجمهوريه لان على بالك نشوف فيها كاين دول كاين دول كانت كانت تساند في العدوان هذا وكذا بفضل الجزائر بفضل الحنكه نتاعها معناها توصل يا يعني سي احمد وفد طبي طبي جزائري راهو في غزه يعالج في الناس نعم فهمتني وجمعيات وجمعيات وبالعتاد نتاعهم معناها كاين دي بلوك معناها قاعات عمليات راحت مم من هنا قاعات عمليات كيما نقولوا محموله بورطابل ايه وراهم يخدموا ثم على بالك واشياء تشوف فيها معناها آه زيدك زيدك شهامه زيدك بطوله زيدك آه تفتخر حتى في في دول منا ومنا كي تقول راني جزائري وهذا بفضل آه بفضل سياسه هذه الدبلوماسيه هذه هذه الدبلوماسيه الجزائريه وردي نقولوا الدبلوماسيه الجزائريه ديما كل حاجه لها لها قائد آه قائد جوق والقائد الجوق هو تاعنا احنا نقول آه قائد الجوق تاعنا هو آه سي عبد المجيد تبون اللي اللي خلى رفع راس الناس نعطيك ناس يا احمد حتى نرجع شوي للجانب م. الاجتماعي معناها تو تصور انت بمنحه البطاله هذه وين؟ راح نرجعوا للجانب الجانب م. الاجتماعي نتحدث آه. الان على الجانب الدبلوماسي الجانب الدبلوماسي والسياسه م. الخارجيه التي استرجعتها الجزائر لانها كانت اليوم كانت غائب امام امام دبلوماسي. دبلوماسيات اخرى استغلت فرع الجزائر بعد... مرحله كورونا آه. كانت الناس كانت راهن على السياسه الخارجيه الجزائريه على اساس انها سياسه فاشله واستدلت با 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 يعني بالتغيرات با المستمره لمنصب وزير الخارجيه بحيث وصلت الدناء بهم حتى مقابله كره قدم ما خسرناها دخلوها في السياسه صحيح دخلها. هاي الجزائر قلنا لكم قلنا لكم يكرهوها صحيح. امر صحيح. عنها ها نتيجه السياسه الخارجيه كان في تشكيك 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 آه. قلت كره قدم مقابل الجزائر و... الكاميرون راحوا للجانب السياسي وتثبيط م... نعم نعم على ان السياسه اذا خسرت في كره القدم راهي السياسه فاشله السياسه لكم لان السياسه وكذا كذا م. لا هذا مش منطق نحن نعرف ان السياسه الخارجيه تبنى بناء على المواقف اللي تتخذها دولة. دولة. الدولة الدوله مواقف تاع الدولة تاع الله الحمد كانت مشرفة كانت في البداية تحملنا بعض الضغوطات لكن في النهاية صحيح له هو اللي يقعد وقف وحنا صحاح وقعدنا واقفين والله الحمد واثبتت نجاعتها السياسة الخارجية تاعنا والان الجزائر تقريبا الدول الكبرى لما ما نتحدثش عن الدول صار. صحيح. الدول الكبرى تتمنى ود الجزائر حبينا ولا كرهنا صحيح باعتراف العام والخاص بحكم الموقع الاستراتيجي بحكم الموقع الاستراتيجي بحكم ثبات موقفها بحكم التطور الاقتصادي اللي راهو الجزائر بحكم عجله النمو اللي راهي مشت بدرجه كبيره كيف ترى انت مستقبل هذا الجزائر الان بعد هذه الانتخابات في هذا الجانب اليوم الكثير من الدول الكبيره تراهن على الجزائر كدوله اقليميه كبرى في هذا الجانب يعني اذا كان تم تمت عمليه الاستقرار باذن الله ارى ان مستقبل الجزائر في تحسن وتحسن كبير مم. لان التحسن اللي لاحظناه الان راح يضعف باذن الله مم. راح يضعف السياسه اللي راهي محقق الان السياسه الاقتصاديه اللي راهي تحققت الان راح تضعف اضعاف واضعاف واضعاف خاصه في الاستثمار في, في الجنوب الاستثمار شيء شيء شي معناها ما, ما كناش نحلم بعض الاشياء تكون وكانت والحمد لله هل ترى انت كانت معرقلة الامور هذه في الماضي كلها هذه لا هو هو لما هو تشوف طاقه الجزائر وقدراتها كدولة ضخمة 2 مليون ونص كيلو متر مربع التنوع الاقتصادي ولكن الاستثمار كان ضعيف جدا في هذا الجانب. ما تبالناش نرجعوا لمصطلح العصابة. لكن ما. رجعت ليش شيخ حمد <applause> هي العصابة اللي كانت متنفذة في مفاصل الدولة. ايه نقولوا باللي كاين تحرر كبير نعم في قفزة ما. كبيرة. في قفزة كبيرة لأن العصابة اللي كانت تاخذ آلاف ملايير الدولارات من البنوك صحيح في شكل قروض غير مسترجعة تسمية قروض هي هبات و و والمشاريع معطلة ويخرج في النهاية رئيس الحكومة يقول الحمد ربي اللي قدرنا نخلصكم في الشهر هذا مم. شيء مؤسف جدا مؤسف نعم الان را... مش الحمد لله ربي يخصكم ان شاء الله ما تعودش هذه الامور زيادات هذه. بالنسبه لي في المائة <applause> ما عادش ما عادش قادرين عادوا قادرين يزيدوكم 100% يقول لك اليوم الشعب راهو مازال خايف من تلك المرحله قال لك او الثعبان يتخيل تخيل ما هي الضمانات الحقيقيه وال... اقول لك الضمانات هو احنا الاخ احمد الضمانات هو نحن الطبقه السياسيه صحيح لازم نلعب دورنا ما يكونوش جانب ف... م. 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 يهدم يكون جانب يبني لان هناك مجال محاولات الضمانات اللي تحكي عليها احنا في السابق ما كانش وزير يتابع قضائيا صحيح ولا توعدت الامور عتبينا ان تغلط تخلص بكري ما كانش اذا كان وصلت المسؤوليه ما ما عادش نعطيك مثال حتى الدول الدول الغربيه ولا الدول العربيه كانت بكري الاستثمار حبس ما يجوش يديروا معاك شراكه ليش؟ لان عارفين نسبه الفساد راهي متفشيه في هالبلاد هذه الان شوفوا الجزائر كل يوم دوله اثنين جايه جاي تسني في بروتوكولات التعاون الجزائر. معناها ان كسبنا ثقه حتى عند الدول الاخرين باش نقدروا وهذا ي... راجع لاستقرار الجزائر لا راجع لاستقرار الجزائر وقوه وراجع... الاقتصاد وقوه الاقتصاد وحاجه اخرى حتى العداله الجزائريه اللي اللي اللي, اللي, اللي معناها تابعت كل انسان بكري نعطيك مثال اي مسؤول اللي, اللي اللي, ما يخافش ربي يقول له سرق حمايز ما يصير والو كان كملوا وزير دير. توعد الناس كل خايفه ممكن تكمل المهمه نتاعك في هاك الوزاره ولا في هاك المسؤوليه ما يستدعوك الصبح في في وما زالت لحد الان خاصه البيروقراطيه الاداريه ورئيس الجمهوريه كان يشير لها كثير نعم يشير و... وشوف كثير برامج برا راهي تعطل كلام كبير يا شيخ احمد لأننا آه. لان ما, من... ما نصوروش بين بين عشيه وضحاها صحيح ريحة لان لازم وقت اكيد لان الفساد الفساد لو كان يتفشى لازم ما باش يتنظف وش كذا لازم وقت وكاين ناس علاش علاش حتى يطول الوقت شوي ولازم الناس تصبر تكبر كربه لان كاين ما ماهوش في صالحها ان الامور البلاد تستقر والبلاد تسقم لان حابين يرجعوا للعبث اللي كانوا فيه م. كانوا مستفيدين من من هذاك وين هذا كيفاش اليوم سي علي و الجزائر الان عاد فيه هيكله من طرف رئيس الجمهوريه لتنظيمات اجتماعيه مدنيه كالمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الاعلى للشباب وربما دسترها حتى في الدستور اليوم آه راح يكون في حراك مدني ما مدى رضاكم او مدى حكمكم عن هذه الحركه المدنيه اللي تشهدها بلادنا هل في المستوى ما زالت ناضجه ما زالت بعيده كل بعد ما زالت ربما تستغل من طرف سياسيين اين دور المجتمع المدني انتم كحزب تشوفوه من خلال هذه المؤسسات الدستوريه آه التي انشاها الجمهوريه هو شيء جميل ان تكون هناك مؤسسات مدسترة صح شيء جميل بحيث انا لما ما فوضى و... تكون عندها طابع الرسمي نعم لكن عملية التجسيد تاعها لابد أن تكون بحذر. لابد أن تكون بحذر، احنا الآن جسدت كثير من المؤسسات على كل حال. نعم. بعض المؤسسات كما المجلس على الشباب وكذا هي خاصة بفئة معينة. م. يعني فئة الشباب فئة شباب راهن عليها الجمهورية في برنامجها نعم قال بالشعب الجزائري قوتك كل شباب وطبعاً طبعا ولا بد الشباب سيما الشباب الجامعي لا بد من مش... أعط... الشيخ الدورة في هذا نعم. الجامع. لا بد من اعطاء الأهمية لهذه الفئة لا. لأن لا. هي مستقبل الجزائر حبينا ولا كرهنا نعم دون تهميش أصحاب الخبرات صحيح لأن مجتمع باش يمشي بالشباب ويستغني عن الخبرات ما ينجحش ومجتمع باش يبقى يشير يسير بالخبرات ويهمش الشباب مستقبلها مظلم. ما يدخلوش يعني في معركه المجيلة هذه جيل وجيل. اذا و... لابد من التعاون بين الفئه القديمه وفئه التشغيب لا تست... القوة الجديدة و... والخبرة القديمة. والخبرة القديمة و... القديمة وهذا دور المجتمع المدني مم. هذا دور المجتمع المدني المجتمع المدني اللي اللي راهو ي... يعني يضم خليط من ال... من التركيبه في هذه فيها المثقف فيها البدائي فيها الشاب فيها الشيخ فيها التركيبات المهنيه المتعدده هذا هو المجتمع المدني على الأقل، هذا المجتمع لابد ان يكون في <applause> خاصة عندما نتحدث عن التشاركية السياسية بالنسبة للمجتمع المدني وان يكون على الاقل مندمج مع السياسيين في كثير القضايا يتشابك معهم في بعض النقاط في قضية المراقبة في قضية ربما التجنيد ومساندة المؤسسات مساندة المنتخبين لا بد أن يخرج المجتمع المدني من يعني المساندة العمياء لا بد أن يكون مجتمع يقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت ما يكون يخدم اجندات سياسيه وغيرها أجندات سياسيه معينه انا رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان ننتمي الى حزب صوت الشعب، كل ما يقوله صوت الشعب جميل. وشوف السي المدني والله باش نرجعوا للحقيقه تاع المجتمع إيه المدني حتى على المؤسسات المجتمع يعني. المدني هي 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 حتى في الدول الغربيه المجتمع المدني هو مكمل للسياسه ومكمل للصدير هو العين تاع تاع طيب المواطن والمرافق بصح كاين حاجه احمد احنا راهو المجتمع المدني باش نكون صراحه لان م. حاجه مدسره هي هي صحيح وفاصل فيها الدستور احنا وصلنا وشو المجتمع المدني يكلمك واحد من الجزائر العاصمه عندي مجتمع مدني هندي يكون في الواد فهمت لا كاين معايير ولا كاين جميل حتى دي ولا كاين حتى شيء صحيح ويكلموه ما يقولش حتى وين رايح كان يقول اني جبت ويعلنها في وسائل لا لابد من معاي. لابد من هيكله فهمت. وتكوين لا آه. ولا ولازم لا لابد من معايير احمد لازم الصحيح. لابد من معايير حتى ما نقولوش معايير انتخابيه في حي أيه لا. لازم يكون ان كونسونسيس معناها كاين توافق كاين توافق معناها كاين انسان ولا ساعات انسان شفتهم هنا في الواد ولا في ولايه اخرى ايه داخل في سلالة تنظيمات و... مدنيه وين و... راح العرس راهو معاه فهمتني مم. ولا هذه لازم ولازم كفاءات ولازم علاش حنايا كاين هاك البعد بين المجتمع المدني والمجتمع لان الناس آه نصبت ارواحها ما نصبوهاش فهمتني ولا خلاص تو تو واحد كلمه في الجزائر كل مره يعطوا تسميه وكل مره يعطوا لون وكل مره كذا وكاين الغرض تاعهم يخدموا كاين شفناهم يخدموا حتى في شفناهم حتى في كورونا وشفناهم في, كنت من كنت في من كل الامور آه. وكاين اللي راهو داير تيتر فهمتني داير فيها تيتر باللي راني في المجتمع المجتمع المدني هو من المفروض الدور نتاعه تقريبا كي سياسي ولا يكمل ولا يزيد في التطوع وفي الامور اللي اللي, اللي وين تحتاجه نعم هو الحركه الجماعيه ويحمل الصفه الطوعيه ودائما يعني لازم يعطيك الصحه احنا غالب انت تشوف المجتمع المدني يفتقر الى الى هذه الثقافه والى هذا القدر من المعرفه والعلم حق لأن المجتمع المدني ومجتمع قيم ذات يقابل مجتمع السلطة في المجتمعات الغربية الدولة تمشي بخطان متوازية مجتمع مدني مجتمع رسمي أو السلطة وكلاهما يكمل الآخر وتعيش الدولة في ظل التوازن هذا اليوم أنت تشوف توازن معنا فيه نوع من اعرج 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 شوف بل... بال... شوف مادام المجتمع المدني تاعنا يحوس على بطاقه باش يدخل بها الوزاره يدخل بها الولايه يدخل بها الرئاسه ويدخل بها ويفتقد للمشروع و... اصلا ما يحوسش على بطاقه باش يوصل بها انشغالات المواطن للولايه وللبلديه ولل... وهم ما التكري... يقدرش يرافع أ... 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 طبقة عرجة ما كاش تواصل والعنوان لما نوصل لدرجة التكريمات الدرجة. ديما فهمت والتكريمات اللي تجي بعد الخدمه فهمت ديما بد ان يكون المجتمع المدني هو 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 يعني فئه توصل تلحق توصل انشغالات الطبقه الكادحه وطبقه المجتمع الدنيا نعم. الى القمه، هذا دور المجتمع المدني وتراقب تنفيذ المخططات والمشاريع وتقف عند السلبي منها وتثمن الايجابي منها وترفع تقاريرها الى الهيئات المعنيه. جميل. هذا دور المجتمع نتحدث المدني نتحدث اليوم عن عن المشروع الامني بالنسبه للدوله الجزائريه بحكم جغرافيا واسعه بحكم اعداء كثر على الحدود بحكم غرماء سياسيين نحن نعرف حتى من الدول الشقيقه العربيه لان مشروع الجزائري المشرف في المنافع القضيه الفلسطينيه والقضيه العادله في العالم ولم تخضع لشروط الربيع العربي وغيره وقعدت مرفعة الراس هذا الكثير من هذه الدول التي تريد ان تزعج الجزائر في هذا الجانب على حدودنا الجنوبيه على حدودنا الشرقيه على حدودنا الغربيه اليوم ما ح... كيف ترون انتم آه هذه المعادله الامنيه التي آه يرجع فيها الدور للجيش الوطني الشعبي من هذا المكان لان الشعب الجيش الشعبي الجزائري استطاع باش يحمي هذه الدوله ولكن ايضا هناك ما يسمى الامن المواطني ايضا آه. نتحدثوا عليه كيف اليوم تكون عندنا جبهه داخليه قويه جدا تضامنيه شعبا وحكومه وجيشا في وجه هذه المخاطر التي تحدق ببلادنا شوف اخي احمد لكل مرحله عندها مساوئها وعندها إيجابيات نعم احنا الشعب الجزائري والله الحمد والسلطه الجزائريه مرينا بعشريه سوداء اي بظروف صعبه نعم ظروف صعبه لم يمر بها غيرنا صحيح ومازالوا ما يحلموش بها الاشياء هذه نعم وقت اللي كانوا يشرونا نحن بالاصابع احنا كنا الساعه هذيك في المحك واستفدنا من الخبره هذيك نعم الخبره هذيك احنا انتفعنا نفعتنا الان نعم اصبح الشعب الجزائري عنده تلقيح مفكسيني اي مع الشعب الجزائري قبل ليجي يصفر له في ودنه يتبعها ما كاش منها نعم. الشعب الجزائري الان اصبح شعب واعي وفاكسيني نعم جوه كثير شكون فيه شرع نعم. معروف هذو الجزائر ش... سلطه وشعبا صحيح. غير قابل للمساومه لما تخرج انت لتونس هذيك ولا ليبيا ولا مصر ولا حتى خارج كي يقول يقول جزائري معناه نعم. راه ثابت صحيح راه ثابت هذه كلمه معروف هذا شيء معروف زيد هنا الحمد لله دوله قوية بمؤسساتها في مقدمتها مؤسسه الجيش الوطني الشعبي صحيح. دوله قويه حب من حب وكره من كره صحيح. بكل الانظمه الامنيه تاعها بكل انظمه قلنا في المقدمه الجيش نعم. الوطني الشعبي ثم الاجهزه الامنيه الاخرى صحيح. الجزائر بلد عنده كلمته ومحترم ويستطيع ان يقول لاي كان نعم. احسنت او اخطات نعم احمد <applause> كثير من المشككين من أعداء الجزائر حتى من أبناء الوطن الآن يشوفوا فيهم في كل شيء على مستوى الفضاء الأزرق على مستوى المواقف تاعهم دايما يشكوا في قدرة الجزائريين على أنهم راح يخرجوا من كل مرحله وشك في نوايا رئيس الجمهوريه ونوايا الحكومه الجزائريه ودائما يحبوا يزرعوا هذه المشكله وربما يحبوا بعض الناس على الانتخابات وعلى العزوف الانتخابي وما هو محسومه والانتخاب راهو خلاص وش تقول انت في هذا الجانب؟ شوف احمد نرجع لك النقطه اللي شاء الله الشيخ علي في بال... بال... ورجع لي بعض النقطه هذه بح... آه شوف احنا الجزائر كما قال لك الشيخ علي معناها العشريه السوداء استفدنا منها ياسر وعلى بالك داروا معناها حتى دودان ياسر في الربيع العربي إيه معروف والشي وشي على بالك اللي محير الناس كل في الجزائر ان راني نختلف معاك ننتقد إيه السياسه تاع الدوله وكذا إيه لكن ناتي وين يكون الامر استقرار الجزائر الناس كل تتوحد في الجزائر هذا اللي محيرهم الجزائر معناها بالرغم تلقاه في المعارضه ومش عاجبه الوضع وكذا لكن ناتي كي في امن البلاد لمن يقبل طبيعه الحال ان الجزائر مرت ظروف صعبه وعرفوا ايش معناها الحريه والاستقلال 130 سؤال. سنه وحنا نعم. تحت الاستعمار اكثر 83 إيه؟ الشعب لك. الوحيد الشعب الوحيد اللي مازال ذكرت تحيه لحد الان فيما جرى في الجزائر كيف سلبت منا من بلادها ورجعت اليوم وكما قال لك علي التحيه خاصه للقوات الامنيه والجيش بعم. الوطني الشعبي هو اللي هو اللي خلى البلاد هذي وين وكما يقولوا دم الشهداء هو اللي هو اللي رانا عايشه به. جدا تفضل ايه المشككين المشككين يا احمد ديما المضبطين المشككين راهم تلقاهم كثر فهمتني معناها تلقى يعني كاين ناس ما عاجبه حتى شيء م. فهمت وتلقاهم الناس هذو وين شفناهم احمد باش نعطيك الناس كانوا مستفيدين من الوضع القديم كانوا <applause> يعني مستفيدين من القضيه من سلفيات من 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 اشياء آه ماهيش لان تو كي الاشياء عن الرأي ما عادش قابل لان قد ما يكون مشكل نعطيك نعطيك نعم احمد بالرغم من من هالناس وش تقول وش تقول نقول لك نعم في 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 الارياف في اخر المناطق تاع الجزائر في الناس كل سياسه تبون معناها ما نقول لكش بنسبه كبيره لكن مقبوله بدرجه كبيره معناها أنا الانسان احمد كي يعود يخرج في الجزائر في تونس خرجنا لتونس وشفنا أوه. معناها يشيدوا بمواقف الجزائر يشوفوا بالتنميه في الجزائر يشيدوا بالاشياء اللي حققتها الجزائر في الوقت قصير أوه. فهمت معناها كي نشوف ناس من, من من خارج هالبلاد هذه وين وناس عجبها الحال بقت قضيه ناس تشكك و... والمشكك احمد واش 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 سكته سكته بالعمل أوه. احنا الحمد لله راهي الثمار تاع العمل راهو راهو باين فهمتني ولا و... وزيد آه ان انا عبد المجيد تبون هذا عطيت تعهدات الخطر اللي فات 45 تعهد. ني نقول لك حاجه هاك المده انت يتبعوا فيها معناها تقريبا جلهم ولا كلهم تحققوا. فهمتني؟ نعم. كل كل التعهدات كلو كان يتمنى معناها 45 و 40 اخرى في العهد هذه وين؟ الحمد لله رب العالمين. والامم ما تقاسش عن خمس سنين ولا عن عهده ولا فهمتني؟ الامم ما تقاسش عن عن طوال المده كما نقول. صحيح. نعم. سي ايضا عندما نتحدث عن الافاق اليوم من حيث المبدا انتم مع رئيس الجمهوريه وطلبتم مش ترشح رئيس الجمهوريه ترشح الان لان دوركم انتم الان في الحمله الانتخابيه وفي العمل الان السياسي لهذه المرحله كيف شرحت دوروها كيفاش ولا مكتفين بالموقف فقط رانا معاك وخلاص لابد انكم لا. اليوم شو ايه كيفاش راح يكون عملتكم؟ شوف الـ الـ الدور اللي سابق الانتخابات هو دور توعوي. <applause> نحن اعطينا تعليمات المناضلين. الجندل مش تقوموا بها. نعم على توعيه <applause> الناس على اساس ضروره المشاركه في العمليه الانتخابيه يعني مبينوا للناس سلبيات عدم المشاركه مبينوا <applause> تحفيز الناس تحبيز على المشاركه تحفيز الناس على الدخول المرحله الجايه راهي تتطلب الاستمراريه <applause> تتطلب الى غير ذلك. ثم لما تجي المرحله تاع الانتخابات شان دورنا كسائر المحطات الاخرى الانتخابيه مم. احنا ما فيش جدد في السياحه السياسيه ما جيناش الامس مم. نعرف واش نخدموا في الانتخابات كاين جهات فاعله في المجتمع احيانا نقول لك معناها المساندين هذ تكون عندهم جبهه واحده متحدين طبعا كل واحد مو... كل واحد كل حزب يخدم على حدا لا, كل من يؤيد برنامج رئيس الجمهوريه وكل من يؤيد عهده ثانيه للجمهوريه نخدم ايدينا ممدوده لهم نخدموا مع بعضنا نعم ليش؟ لأن الهدف واحد. ما دام الهدف واحد لابد أن تتكاتف الجهود المؤدية إلى, تلك إلى ذلك الهدف. نعم. وبالتالي احنا ما عندناش نتعامل مع أي شخص كان يؤيد رئيس الجمهورية من أجل عهدة يعني إذا أنتم الآن راكم ترافعون عن رئيس الجمهورية والآن الآن تدخلوا في عملية توعية وعملية طبعًا حث الناس على الانتخاب وربما حتى شرح برنامج رئيس الجمهورية طبعا احنا نمزلنا نستنوا في <applause> التعليمات في جينا لأن مهما كانت نحن آه نتبع لحزب سياسي معين أوه. الحزب هذا عنده برنامج أو فلسفته في مساندة الرئيس رايح جينا لوائح المساندة وكيفاش راح نتحرك وراح نبدأ بإذن الله ننتشر كخلايا النحل جميل جدا آه وقت الحصة وصلوا الكلام معكم شيق بارك الله. آه كلمة لكل واحد منكم في دقيقة نبدأ بيك سيعم باست والله سي احمد أه نشكر قناه التحرير عن الاستضافه هذه أه وين و حقكم انتم ككتله سياسيه حقكم معليش معناها حقك نعم. احنا قاعدين كلمتونا معناها راكم حاسبين الناس كل حسابها نعم أه نشكركم شكر جزيل الحاجه الثانيه لازم الناس تتوحى شوي والناس ترجع للرشد نتاعها لان الغايه الغايه تو هالانتخابات الانتخابات اي انسان ما مهما كان باش يطلع الانتخابات هو الغايه والخدمه البلاد هذه وين خدمه الجزائر هذه وين لازم هالناس تروح منها من هاك الحساسيات من هاك ال 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 الاشياء نكره من اجل الكره صحيح فهمت اه لازم الانسان امور التنميه والبلاد نتاعنا راهي تهمنا كل جميل جدا لك شرف الكلمه الاخيره <تكتشك> <تكتشك> آه طبعا لهذه القناه فاضلة على هذه الاستضافة اه يقول الشاعر لكل شيء إذا ما تم نقصانا فلا يغر بطيب العشين هي احنا ما نقولوش أن وصلنا درجة الكمال ما زال بعض النقائص لكن نبشر الشعب باللي النظرة تاعنا للمستقبل هي نظرة تفاؤلية ونظرة بإذن الله مشرفة لهذا البلد في ظل هذه القيادة إن شاء الله نسأل الله أن يوفقهم لقيادة الجزائر اه بخير هذه الامه ان شاء الله. جميل اشكركم جزيل الشكر على حضوركم ممثلي حزب صوت الشعب واشكركم على هذا التفاؤل وعلى هذا النشاط السياسي لابد منه حتى نعطي جرعه للامل جرعه للتفاؤل للشعب الجزائري لان لولا لم نتجاوز جراحنا ونتجاوز معناها ماسينا وننظر للمستقبل دائما بتفاؤل لان التفاؤل هو جزء من من الحل وانتم كقوه سياسيه نشطه ولها مكانتها على المستوى العمل السياسي في هذه الجزائر نتمنى لحزبكم الديمومه والنشاط الدائم في خدمه الوطن وفي خدمه مشاريع الامه اشكركم الالف مره كما اشكر الذين شاركونا عبر الصفحه بارائهم وافكارهم ولكن ما نقدروش نصرعوا آه ولو نقروا تكريس الثقافه السياسيه تبدا من تفعيل النظام السياسي الحقيقي لا الزائد الذي يتغير من تغيير المصالح الشخصيه. هذا اسماعيل دوا يعطي الصحه. آه بكاكر زكريا ارجو الا تعود الممارسات القديمه اثناء كل انتخابات. شيء مطلوب. اعتقد يجب ان نبتعد عن المعارضه من المعارضه وان نقر بان هناك اصلاحات حقيقيه تشهد البلاد وننظر المزيد من التمديد ان شاء الله انا اقول لك ربما موقف الحزب كما ذكرتم امام هذه الاصلاحات لابد ان نمشي مع الاصلاحات مراد اللواء الشيخ عبد البسط ابن حق الطرق. اين حق يا حسان المدرسه كلام خارج عن نطاقنا نعيد هو مشكور سي علي وسي عبد البسط على هذه النقاش وكثير ما يثنون عليكم على حزبكم أشكركم جزيل الشكر كما لا يفوتني أن أشكر من يرافقني تقنيا سي كابيلو كمال هذا أحمد ديدي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء في حصة قادمة إن شاء الله إلى اللقاء